عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم راح تكون جولتنا إلى المدينة الصناعية، وراح نأخذكم جولة في أحياء وشوارع مكة. بداية هذه الرحلة من حي الشوقية، أمامنا الآن طريق عبد القادر كوشك، على اليمين إلى الدائري الرابع، وعلى اليسار إلى شارع إبراهيم الخليل. دخلنا الآن شارع عبد القادر كوشك باتجاه شارع أو حي الكعكية وشارع إبراهيم الخليل. هذه أحد الشوارع الرئيسية في حي الشوقية، مطاعم، محلات تجارية، خدمات، كل ما تحتاجه في هذا الشارع. يظهر معنا الآن جزء من جبل ثور. على اليسار أو التقاطع هذا شارع عبد الله بن العباس، أحد الشوارع كذلك الرئيسية والمهمة في حي الشوقية. هذا الجزء الثاني من حي الشوقية. راح نخرج الآن على سوق القوافل وحي الكعكية، وراح نتجه معاكم إلى العكيشية ليشوفوا جمال الأجواء. طبعا هذه الجولة تقريبا قبل صلاة العصر. هذا حي الكعكية أمامنا، شارع إبراهيم الخليل، راح نتجه إلى حي العكيشية. راح ناخذ يمين باتجاه طريق الليث، وناخذ يوتير ونرجع الى حي العكيشية. طريق الحرم، ناخذ يمين ندخل على منطقة العكيشية. طبعا الحرم أمامنا الآن، يبعد عنا تقريبا 10 دقائق. أمامنا الآن السوق المركزي للخضار والفواكه والمواد التموينية ومواد الجملة. نمر الآن من الدائري الرابع، من تحت الدائري الرابع، ونتوجه معكم إلى مدينة السيارات، معارض سيارات، ورش سيارات، قطع غيار، كل ما يخص السيارة موجود في هذه المنطقة، مدينة خاصة بالسيارة. هذا الدائري الرابع نمر من تحتها الآن. طبعا هذا حد الحرم،
لو تشوفون هذا على اليمين حد الحرم، وشوفوا الناس يبدأون ينون بالعمرة من هذا المكان. عمرانية في هذا الحي طبعا يبعد عن الحرم تقريبا 15 إلى 20 كيلو. على اليمين أحد الكليات، كلية بنات كلية أولاد. أمامنا الآن مستشفى السعودي الألماني، مستشفى ضخم جميل، جميع الخدمات في هذا المستشفى. إذا تشوفون على اليسار بدأ يظهر معنا مدينة السيارات، على اليمين هذا المستشفى السعودي الألماني، ما شاء الله مكان ضخم جميل. قبل شوي المعارض، على اليسار الآن ورش السيارات، و يلا إن شاء الله نطيح عند واحد كويس ويخاف الله. نخرج من مدينة السيارات، من الآن حي ولي العهد، حي ما شاء الله كبير. تقريبا امتداد هذا الحي 5 كيلو أو أكثر.
طرق الحي ما شاء الله مسافة بعيدة. راح نغطي لكم هذا الطريق باتجاه الدائري الخامس. لكن ما شاء الله حياة جميلة أو حي جميل. طبعا أنا أشوف الآن ساعة مكة، ما شاء الله ساعة مكة أشوفها الآن، وهذا الحي خارج حد الحرم. ما أدري تبان الساعة معاكم في التصوير أو لا. لكن ما شاء الله عصرية جميلة. كانت جولة بإذن الله تكون سريعة وخفيفة ومميزة بإذن الله. تعرفنا على بعض الأحياء، الطرق الجديدة. طبعا ما شفتم هذه الطرق ولا الأحياء، فنحاول نغطي لكم بعض الأماكن تستفيدون تستمتعون وتشوفون العصرية. شوف على اليمين الآن المستشفى السعودي الألماني، من أفضل المستشفيات الأهلية أو الخاصة. وادي عرنة يمر من هذا المكان باتجاه البحر، يبدأ من عرفة أو من قبل عرفة، ويأتي من هذا الطريق، من هذا الحي تقريبا، هذا الفاصل اللي أمامنا، هذا لا الوادي اللي مرينا منه قبل شوي. الين يروح على البحر. هذه بداية حد الحرم. لو تشوفون الناس على اليسار، أشوف هذا بداية حد الحرم. ونشوف ما شاء الله ساعة مكة واضحة على اليمين، على يمين الصورة. بدأت تظهر معنا معالم أحياء مكة المكرمة. خلاص بدأنا الآن ندخل أحياء مكة المكرمة. العتيشية، حي الكعكية، حي الشوقية. مركزي للخضار والفواكه. ولا على اليمين مراكز الجملة، الخضار، الفواكه، مواد التموين، البلاستيك، الأسماك، كل شيء على جهة اليمين. وعلى اليسار سوق القوافع.
حي الشوقية. شفتم أجواء رمضان كيف؟ ندخل الآن على شارع إبراهيم الخليل اللي يودينا على الحرم المكي الشريف مباشرة، للقادمين من جهة الليث والمنطقة الجنوبية. على اليمين حي الكعكية، وعلى اليسار حي الشوقية. طريق باتجاه المسجد الحرام، ونعود للخلف لحي الشوقية. لهذا اليوم أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.